تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، نرحب بفريق عملنا اليوم، معنا في التنسيق والمتابعة محمد عمر، والإعداد أستاذ يوسف سعد، ودائما مخرجنا المتألق دائما أستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. صبحكم الله بالخير والنور والعافية جميعا. ومستمعين الأعزاء، أتمنى لكم إن شاء الله اليوم يوم موفق بإذن الله، ويوم إن شاء الله كله صحة وسعادة. ناخذ فقرتنا الأولى، ومعانا الأخت أسماء الجناحي، وندردش معاها عن ما يستجد في السوشيال ميديا. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله علينا وعليك وعليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك. بس ناخذ جولة بالأشياء اللي صارت. نحن كنا حاطين مثل إعلان هيئة الصحة بدبي تستمر في تقديم خدمات للجمهور بغض النظر عن صلاحية البطاقة المنتهية، وهو تم تمديد صلاحية البطاقة لين 24، فاللي بطاقات البطاقة الصحية منتهية ممكن أيضا يستمر في تلقي الخدمات. بعض الأشخاص خربطوا بينه وبين بطاقة التأمين، لكن نحن نتكلم عن البطاقة الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، فهذه الأشياء المهمة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نبغى نوعي فيها الجمهور أنه يا جماعة التزموا بالإرشادات، لأن موضوع أن نحن نتغلب على هذا الفيروس هو بالتعاون مع الجميع، هو مش بس مهمة الكوادر الطبية أو الشرطة أو الجهات الحكومية، لكن بدون الشعب ما راح نتمكن من التخطي هذا الفيروس. أيضا هيئة الصحة عندها 3 مراكز جديدة للفحص الدراي ثرو، بيكون إن شاء الله خلال هاليومين وبيتم إطلاقه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الأشخاص اللي يبون يعني يبحثون لازم ويشترط وجود موعد، وهو يتم أخذه عن طريق 800-342. لكن المراكز بعدها ما افتتحت، لكن من تفتتح هاي هي الطريقة الوحيدة لأخذ المواعيد في لمنطقة الفحص. أيضا كنا حاطين بعض الإرشادات الخاصة بتنظيف السيارات، ولكن الناس يقولون مثلا تحطون مواد كيماوية داخل السيارة، نحن نقول ننظف السيارة، لكن أكيد و 100% لازم ما تحطون أشياء قابلة للاشتعال داخل السيارة وتبندون الباب خصوصا الحين حر. هاي كانت تقريبا أهم الأشياء اللي كنا نطرق لها في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون مع زميلتنا الأخت سهير محمود، وبنتكلم اليوم عن، نحن دائما نتكلم طبعا عن مواضيع مختلفة تخص التغذية وكيف يتم يعني الاستفادة خلال الفترة هاي من وجودنا في البيت أن نرفع مناعة الجسم، وتحدثنا عن كثير من هالمواضيع. اليوم موضوعنا أيضا يعني جميل وشيق، أن كيف نحن نحافظ على الوزن المثالي خلال هالفترة هاي، لأن مثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء أن الكل موجود في البيت، فبتكون هناك طبعا كثير من السلوكيات قد تكون غير صحيحة في موضوع التغذية أو حتى في موضوع التمارين الرياضية بشكل مستمر. فمستمعينا الأعزاء، خلنا ناخذ الأخت سهير محمود، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. أستاذة سهير، صباح الخير. صباح الخير، إن شاء الله الكل يكون بخير وبصحة وبسلامة. الله يحييك. نحن موضوعنا اليوم معاك عن أن الواحد كيف أختي حافظ على الوزن، ومثل ما تعرفين بأن خلال الفترة هاي
الناس موجودة في البيوت، وطبعا هناك يمكن بعض السلوكيات في موضوع التغذية قد تكون غير صحيحة، سواء يعني في التنويع أو حتى في التوقيت. صح كلامك. نعم طبعا هلا صار السوشيال ديستانسينج هي يعني احدى الطرق انه احنا نحد من انتشار فيروس كورونا، فبالتالي صار عندنا انه القعده بالبيت صارت واي اوف لايف، يعني صارت اسلوب حياه لازم احنا يعني نتاقلم معه ونحاول انه ما نخليه ياثر على صحتنا بشكل سلبي. فبالتالي معظم الناس هلا عم بتحضر البيت بتحضر الاكل بالبيت. هذا الشيء بشكل عام احسن عن اكل المطاعم، لانه اكل المطاعم بحطوا فيه نسبه ملح عاليه، نسبه دهون عاليه، ممكن يكون الاكل اصلا مش فريش، يكون مثلا معلب او يعني يكون فيه مواد حافظه وهكذا. فبالتالي احنا مجرد انه احنا نطبخ بالبيت ونحاول انه نطبخ الاكلات الصحيه، نحن هيك بنكون عم نقلل من نسبه الدهون والاملاح اللي عم تدخل جسمنا، اللي هي اكثر شيء بتؤدي لزياده الوزن. في عدة نصائح عندي إياها على حتى الناس تحد من زيادة الوزن أثناء مكوثها بالمنزل بسبب الحجر المنزلي حاليا. نعم أول شيء في شغلة اسمك يعني زي كرييت ستراكتشر. يعني شو يعني كرييت ستراكتشر؟ يعني يكون في عنا نظام معين نحن نمشي عليه خلال يومنا، يعني يكون في عنا بلان خلال يومنا بالنسبة للأكل وبالنسبة للحركة. يعني مثلا ممكن ستات البيوتي في الصبح يتحركوا ويعملوا مثلا شغل البيت كذا، بس شغل البيت لحاله ما بيكفي، لازم كمان انه نعمل رياضه سواء يعني رجال او نساء. مثلا لازم انه ما نحط لحالنا بلان، امتى الفطور، امتى الغداء، وامتى العشاء، وشو السناكس اللي احنا مسموحه لنا خلال اليوم. المفروض يكون 80% من اكلنا صحي و20% يكون الجانك، يعني الاكل اللي هو مش صحي زي البسكوت، الكراكرز، البريتزلز، الشوكليت، الشيبس، البوب كورن، هالاشياء كلها. فيعني كمان السناك تاعتنا تكون اشياء صحيه معظم الوقت. يعني مثلا احنا بيطلع لنا 3 وجبات اساسيه خلال اليوم و3 وجبات خفيفه او وجبتين خفاف. فمثلا السناك تكون مثلا مره عباره عن حبه فاكهه، هاي تعتبر سناك، الثاني مره كمان تكون عباره عن حبه فاكهه، او مثلا ممكن مثلا يصيروا يجيبوا الخضار، الجزر، يقطعوه ستريب، الخيار يقطعوه ستريب، خس ملفوف، بروكلي، ممكن كل هالاشياء تنغسل وتنحط في سله بالبراد. اي وقت الواحد جاي على باله شيء كرانشي ممكن يطلع الخضره هاي ويعني يتنقرش فيها. ممكن كمان نستخدم دبس صحيه لهاي الخضره، مثلا نعمل مثلا حمص او روب لبن او مثلا لبنه مع اعشاب، يعني نعمل دبس صحيه تكون منها نكهتها طيبه ومنها صحيه، لانه مثلا في عندك الجزر فيه كالوري جدا قليله بالكوب الواحد. في عندك مثلا اشياء معينه تعتبر ما فيها كالوريز مثل الجرجير، الرويد، الخس، الملفوف، هالاشياء تعتبر زيرو كالوريز. نعم البروكلي فيه كالوريز بنسبه كثير قليله، فممكن انه نكون احنا عم نعبي بطننا باشياء فيها الياف وبتشبع وطعمتها طيبه وبنفس الوقت ما فيها كالوريز كثير. هاي شغله. ثاني شغله بدنا نحاول انه نعمل رياضه خلال اليوم، يعني بدنا مثلا في هلا على يوتيوب الحمد لله كلنا عندنا نعمه الانترنت بالبيت وواي فاي وكلنا عندنا اكسس للسوشيال ميديا، فخلينا نستخدم السوشيال ميديا بشيء مفيد غير انه ننشر الذعر بين بعضنا انه هيك صار وهيك حيصير وكذا. خلينا انه نحاول انه نعزز حالنا بطاقه ايجابيه، نحاول مثلا نعمل مديتيشن بالبيت، نعمل يوغا، مثلا الصلاه، تسبيح، الذكر، غير هيك الرياضة. مثلا في دايما على يوتيوب ناس بيعملوا رياضة بتكون يعني هاوس فريندلي، يعني بتكون رياضة منزلية ما بحاجة لإكويبمنت، ما بحاجة لأثقال، حتى ما ضروري يكون الواحد عنده تريدميل أو بايسيكل بالبيت، ممكن إنه يعمل الرياضة كاملة نص ساعة، بكون هي بتتكون من وورم أب يعني تحمية، بعدين الرياضة ذات نفسها، بعدين كول داون يعني إنه الواحد يبرد جسمه. نعم فموجود كثير هالاشياء على يوتيوب، فالواحد لو يعمل رياضه 4 ل5 ايام بالاسبوع، كل يوم نص ساعه ل 45 دقيقه، هيك بكون ممتاز. يعني على القليل الواحد اذا ما زاد وزنه على القليل بحافظ على وزنه اللي هو عليه. غير هيك لازم دائما احنا نتذكر انه هاي الفتره احنا بحاجه لتقويه المناعه. كيف بتم تقويه المناعه؟ بتم انه احنا ناخذ يكون اكلنا بيحتوي على اشياء طبيعيه ملونه كثير، سبيشلي الاشياء اللي صفراء واورانج وحمراء، زي مثلا الفلفل الرومي، زي مثلا البروكلي، زي مثلا الخضار والفواكه بشكل عام.
وكمان الفواكه بدنا ندير بالنا انه ما ناخذ اكثر من 3 لـ4 حبات فاكهه باليوم، لانه الفواكه فيها سكريات. بس مثلا في عندك الخضار اللي تعتبر غير نشويه، ممكن ناخذها قد ما بدنا، مثلا زي الملفوف والجرجير والخس وهالاشياء. بس في كمان خضروات تعتبر نشويه، زي عندك البطاطا، اليقطين، البطاطا الحلوه. هاي الاشياء بناخذها بكميات بسيطه، يعني لو الشخص مثلا اكل على الغداء ماش بوتيتو، عمل ماش بوتيتو بالبيت، بطاطا مهروسه بالبيت، ما ياخذ رز، ما ياخذ خبز، ياخذ مصدر نشويات واحد على الغداء، وما يكون اكثر من كوب مطبوخ من النشويات هاي. هي نفس كاسه الشوربه نعبيها من هذا النشويات، سواء كان رز او بطاطا، وناكلها. نحد الكميات، يعني انتبه كثير على الكميات. غير هيك لما نروح جروسري شوبينج، نشتري اغراض البيت تاعون البيت اللي احنا بنحتاجها، نحاول دائما ناخذ اذا مثلا في خضره معينه بدنا اياها وما في منها فريش، ناخذ الفروزن، ما ناخذ الكاند، يعني ناخذ الاشياء المثلجه مش الاشياء المعلبه. ليه؟ لانه الاشياء المثلجه بتكون بلانش، يعني بيسلقوها على 70 درجه بعدين بيعلبوها بقلب اكياس وبيبيعوا لنا اياها بالسوبر ماركت. بينما الاشياء الكاند يعني المعلبه بيكون فيها نسبه ملح عاليه وبيكون فيها مواد حافظه، فالملح بيحبس المي بالجسم، وهذا الشيء بنفخ الجسم، استشهد عائله الحركه، الجسم بتنفخ زياده والوزن ممكن يزيد، فهذا الشيء ممكن يؤدي الى يعني الاجريفيشن، يعني انه ممكن انه الناس تكتئب لما تشوف وزنها على الميزان اذا عندها ميزان في البيت. نعم أختي سهير، هناك أيضا سؤال، أن تفضل. يعني هل ينصح خلال الفترة هاي ب يعني أخذ البروتينات مثلا اللحوم والأسماك، أو أن أخذ يعني السؤال هو يبغي يعرف أن البروتينات الحيوانية أو البروتينات اللي موجودة في الخضروات الأفضل يعني خلال هالفترة؟ شوف، البروتين نحن في عندنا 8 اسينشال امينو اسيد، يعني احماض امينيه موجوده بس باللحمه، ما موجوده بالبقوليات والمصادر النباتيه. فبالتالي احنا علشان تكون حميتنا متوازنه لازم احنا ناخذ بروتين على القليله على وجبتين اساسيات خلال اليوم، يعني اما فطور وغداء، اما غداء وعشاء، من المصادر الحيوانيه. هلا الصبح مثلا، اذا مثلا بتعرف انت المجدره اللي هي عباره عن عدس ورز، نعم هي عباره عن الرز فيه احماض امينيه والعدس فيه احماض امينيه، بس ولا واحد فيهم بيحتوي على الـ8 احماض امينيه اللي جسمنا ما بصنعهم من ذاته، عرفت كيف؟ فاحنا لما ناخذ رز مع عدس بالنسبه للناس النباتيين، هيك بنكون احنا عم ناخذ الاحماض الامينيه كلها اللي جسمنا بيحتاجها، صحيح. عرفت كيف؟ وأيضا أختي سهير، يعني تحدثنا نحن في أكثر من حلقة، يمكن يعني المهم في الفترة هاي طبعا الجسم يحتاج إلى يعني الأكل المتوازن، والجسم يحتاج إلى حتى السوائل، يعني بالكميات ديفنتلي اللي أكيد. مفروض يعني نحن ناخذها، سواء السوائل الباردة أو السوائل الساخنة. ولكن أهم شيء أختي أن يتم التوازن، يعني مهم جدا التوازن في التغذية خلال الفترة هاي، لأن أنت ذكرتي أن نحن خلال الفترة هاي نحتاج إلى يعني الأكل أو البرنامج الغذائي اللي هو يحتوي على يعني عناصر ترفع من مناعة جسم الإنسان. أكيد of course. لكن في كمان معلومة كتير مهمة حابة أحكيها للعالم، إنه نحن كثير من الأوقات بيكون عندنا إحساس بالجوع، بس بيكون إحساس بالجوع فولس، يعني مش صحيح. ليه؟ لأنه بيكون الجسم ديهايدريتد، يعني بيكون فيه جفاف، فالجسم بترجم الدماغ بترجم الجفاف على إنه جوع. فبالتالي أنا دائما بنصح العالم إنه لما يجوعوا يشربوا مي كثير، 2 أو 3 كاسات مي، وشوفوا حالهم، هل ظل الإحساس بالجوع مستمر ولا وقف؟ لأنه ممكن يكون مرات عبارة عن جفاف مش جوع حقيقي. نعم. عرفت كيف؟ هاي شغلة. تاني شغلة إنه مثلا لازم ننتبه إحنا على البورشن كنترول، يعني على كمية الأشياء. يعني مثلا في عندك ناس بيجيبوا شيبس أكياس كبيرة اللي هن هدول الجامبو، فأنا بفضل دائما إنه إحنا ما ناكل من الكيس ذات نفسه، نحن نحط بكمية معينة. مثلا نشوف قد إيه إحنا السيرفنج سايز، يعني الحصة الغذائية مكتوب قد إيه، مكتوبة على الكيس من ورا على البيانات الغذائية. مثلا إذا أنت عندك مثلا علبة بسكوت، بدك تاخذ بسكوت، شوف انت الحصه الغذائيه كم بسكوت من العبوه، حيقولوا لك مثلا 3، فانت خذ 3 بس، حطهم صحن وكلهم، لا تاكل من العلبه، لانه لما الواحد ياكل من العلبه بيصير بياكل كثير وما بحس على حاله. صحيح. غير هيك بتمنى من العالم انه كمان ما يحضروا التلفزيون وياكلوا اثناء يعني هن عم بيحضروا موفيز وهالاشياء كلها. ليه؟ لانه هيك كمان بياكلوا ما بحسوا على حالهم.
صحيح. وأيضا نحن في خلال يعني الحلقات السابقة أستاذة سهير تكلمنا من الأشياء اللي ترفع مناعة جسم الإنسان، وتكلمنا من العوامل اللي تقلل من مناعة جسم الإنسان اللي تفضلت أنت فيها، السهر وكثرة الأكلات اللي فيها دهون وكثرة الأكلات اللي فيها سكريات، هاي أيضا يعني تقلل مناعة الإنسان. فنحن دائما ننصح اللي يعني موجود في البيت أو يسهر أمام التلفزيون لابد أنه يحط في باله أنه ما يعني لا يحاول أنه يكثر من الأكلات اللي فيها الدهون واللي فيها أيضا السكريات. نعم، غير هيك انه لازم الواحد ينظم يومه، كمان ينام كل يوم ينام على نفس الوقت، مش اذا قاعدين بالبيت تسهر للساعه 3 و4 الفجر. ليه؟ لانه الجسم في عنده سايكل معين بيمشي، يعني خلال وقت النوم لما ننام بكير ونفيق بكير الجسم بيكون صحي اكثر وبتكون الشهيه منتظمه اكثر، لانه لما نحن نحرم جسمنا من النوم الصحي جسمنا بصير يعوض بزياده الاكل خلال النهار، فهذا الشيء بيؤدي لزياده الوزن وبيأثر كمان على العمليات الحيوية بالجسم، بصير الجسم يعني كسول، فبالتالي بصير يحفظ الطاقة وبصير الوزن يزيد. ممتاز. أستاذ سهير محمود أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. هلا مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة سهير محمود بأن خلال الفترة هاي اللي نحن يعني تواجدنا في البيت ضروري، وأيضا يعني ثقافة التغذية وثقافة الحفاظ على الوزن أيضا موضوع مهم جدا. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا بيكون معها عن الاحتياطات الدخول والخروج من المنزل لتفادي الإصابة بكورونا فيروس. ولكن مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل معاكم وراجعين، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، ونرحب بكل من انضم إلينا في برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. أحب أني أيضا رح أذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ويا مرحبا بكم وسهلا مستمعين الأعزاء، فقرتنا الحالية بتكون حديثنا عن الاحتياطات الدخول والخروج من المنزل لتفادي الإصابة بكورونا فيروس، وضيفتنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التثقيف والتعزيز بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صبحك الله بالخير والنور والعافية ويا مرحبا بك. صباح الخير على جميع المستمعين. صباح النور. دكتورة هند، طبعا الموضوع كثير مهم، ومثل ما تعرفين بأن هناك إجراءات يعني وجود الناس اليوم في البيت. طبعا دورنا نحن أيضا يعني قبل شوية كنا نتكلم عن موضوع كيف الواحد يحافظ على الوزن، وكيف الواحد يعني ما يسوي نوع من الإفراط سواء في الأكل اللي هو يحتوي إلى كثير من الأملاح وكثير من الدهون. وفي النهاية نحن دورنا اليوم تثقيف المجتمع في موضوع يعني التقليل الإصابة من الكورونا فيروس. دكتورنا، موضوعنا معاك اليوم عن الاحتياطات بالنسبة لدخول وخروج المنزل لتفادي الإصابة بالكورونا فيروس. لو تعطينا يعني أهم الاحتياطات اللي يعني من المفروض أن الواحد يتبعها لحماية نفسه من الكورونا فيروس يعني عند دخول البيت أو الخروج من البيت. طبعا في ظل الإجراءات الجديدة اللي طبقتها إمارة دبي، صار الخروج للضرورة القصوى فقط للعاملين في بعض القطاعات، واللي يطلعون للضرورة القصوى إذا عندهم موعد طبيب طارئ أو إذا رايحين يشترون بعض المشتريات من الأدوية وأغراض الجمعية. طبعا لازم لما يطلعون من المنزل ما يطلع شخص كبير في السن أو عنده أمراض مزمنة، يكلفون شخص صحة زينة عمره صغير، هو هذا الشخص يكون مكلف بالخروج لشراء الحاجيات الضرورية للمنزل. وطبعا لازم ما تكون عليه أي أعراض عدوى تنفسية، يعني شخص سليم ومعافى وقادر أن يطلع ويتقضى الأغراض للبيت.
طبعا احنا ننصحهم انهم يلبسون الملابس الغير مكشوفه قدر الامكان، لان احنا نبي نقلل من التلوث الجسم بالفيروس اذا لمس شيء وهو في الخارج. طبعا الاكسسوارات بعد احنا ننصح ان يتجنبون ارتدائها، لان بعد هذه راح تزيد من فرصه التلوث. الكمام صار الحين حاجه ضروريه، الكل لازم يلبس الكمامات الحين لما يخرج من المنزل، ولازم هم يعرفون الطريقة الصحيحة للبس الكمام. وهذا الكمام يعني أعطي بعض النصائح السريعة، إن هي استعمال لمرة واحدة فقط، إذا كانت مبللة يغيرها، لازم يشوف بعض الفيديوهات. احنا في هيئة الصحة حطينا بعض الفيديوهات كيف تلبس الكمام بطريقة صحيحة، كيف تخلعها، فهذه لازم هو بعد يعرف كيف يلبس الكمام وكيف يخلعها. لما أنت تخرج في سيارتك، إحنا طبعا نقول شخص واحد يفضل، والقوانين تقول شخص واحد يروح الأماكن هذه، ما يصطحب مع أي حد ثاني من البيت. الحين هو خارج المنزل دائما ننصح أن أنت ما تلمس وجهك أبدا، على أساس أن الحين إحنا نعتبر أن الإيد صارت ملوثة لأنك أنت تلمس الأسطح. دائما حافظ على مسافة كافية وبينك بينك وبين الآخرين، لا تقل عن مترين، مسافة مترين. نعم. لما أنت تحاول تفتح الباب أو تلمس أزرار مصاعد أو أي شيء، إحنا يعني ننصحك أنك تستعمل منديل ورقي تلمسي هاي الأسطح وبعدين تتخلص من هذا المنديل. لما أنت تدفع الأغراض اللي اشتريتها، إحنا نفضل أنك أنت تستعمل البطاقة بدل من الدفع النقدي الكاش. بهاي الطريقة أنت تقلل من إمكانية التقاطك للعدوى. بعد ما أنت تتعامل بالمشتريات ودفعت وكذي، دائما احرص على أنك أنت يا تغسل إيدك أو تستعمل الجل المعقم إذا مو متوفر لك الماء. أي حد حسيت عليه عنده أعراض عدوى تنفسية حاول تتجنبه على طول. هذه يعني باختصار بعض النصائح اللي احنا ننصح الناس لما هم يخرجون من المنزل. طبعا الحين لما أنت رجعت من المنزل، أول شيء تسويه أنك أنت لما ترجع تتجنب أنك أنت تلمس أي شخص أو أي شيء، يعني على طول لازم تخلع حذائك. إحنا نفضل أنك أنت تحط حذائك في مكان معين خارج المنزل الأفضل يكون، وبعدين أنت هذا الحذاء لازم تعقمه بعد بالمعقمات العادية. أغراضك الشخصية، مقتنياتك من مثل محفظتك، مفتاح سيارتك، نظارتك، أي شيء شخصي عندك حطه في صندوق عند مدخل الباب، عشان أنت بترجع لازم تعقم هذه الأشياء. الملابس الخارجية اللي أنت كنت لابسنها لازم تتخلص منها وتحطها في سلة الغسيل. يفضل أنك أنت تغسل يا الأماكن المكشوفة اللي كانت من جسمك، أو الأفضل أنك أنت تاخذ شاور عقب ما ترجع من البيت. وبعدين لا تنسى إذا أنت شاري مشتريات مقتنيات، هاي الأغراض أنت لازم بعد تتذكر أنك تمسح أسطحها تعقمها قبل ما تدخلها للبيت. وبشكل عام هذه نصائح لدخولك للمنزل بأمان. نعم دكتورة هند، هناك سؤال بخصوص موضوع، يعني السؤال يقول بأن أنت تحدثتي عن موضوع يعني الخروج من البيت عند ظهور الأعراض العدوى التنفسية، يبغي يعرف يقول لك ما هي أبرز هذه الأعراض، أن أنا مثلا إذا كانت موجودة معناته أن أمتنع من الخروج من المنزل. طبعا الحمى، إذا عندك حمى إحنا نقول أن هذه بداية أعراض تنفسية. إذا عندك مثل أي إنفلونزا عادية أخي عبد الله، زكام، كحة، احتقان، جسم، ألم في الجسم، هذه كلها بداية عدوى تنفسية. أنت إذا عندك هذه الأعراض، إحنا ننصحك أنك أنت تتجنب الخروج للمنزل زيادة في الاحتياط. نعم أيضا دكتورة، نحن تحدثنا معك عن موضوع، وأنت أيضا تطرقتي لهذا الجانب بخصوص موضوع لبس الكمامات، لأن اليوم أصبح موضوع لبس الكمامات موضوع ضروري، وفي بعض الأماكن أيضا مثل ما تعرفين دكتورة هند أنه إجباري يعني لبس الكمامات. هل هناك فئات معينة يعني ينصح بعدم لبس الكمام مثلا؟ احنا والله ننصح حاليا الجميع بارتداء الكمامات. اللي نقدر نقوله انه
اتأكدوا أنكم تلبسون الكمام بطريقة صحيحة. كثير نشوف ناس مو عارفين كيف يلبسون الكمام، يعني الكمام أنا شفت وايد ناس بس يغطون فيهم يغطون الفم بدون ما يغطون الأنف، طبعا هذه كأنك ما لابس كمام أخ عبد الله. لا، أنت لما تلبس الكمام تتأكد أنك أنت مغطي الأنف والفم ومحكم إغلاق الكمام، والكمام مثبتنا على وجهك، فأنتوا لازم تعرفون كيف طريقة لبس الكمام. وحاليا آخر التعليمات اللي صدرت من الجهات المعنية أن الجميع عليه ارتداء الكمامات بدون صحيح. استثناء. ومثل ما ذكرتي يعني دكتورة، أهم نقطة بأن الواحد إذا عنده أعراض من المفترض أنه ما يطلع من البيت إلا للضرورة القصوى، على أساس أنه يعني حتى إذا ما يحتاج أو ما يبغى يلبس الكمام معناته يكون متواجد في البيت بدون ما يطلع من البيت. أيضا دكتورة يعني نبغى نتحدث معك يعني وجود اليوم الناس في البيت أيضا مهم، ونحن دائما نذكر بخصوص موضوع التباعد الجسدي يعني سواء داخل البيت أو خارج المنزل. يعني كيف ممكن دكتورة ننصح بخصوص موضوع التباعد الجسدي داخل البيت؟ طبعا مثل ما ذكرنا قبل، الأعراض التنفسية مو بس إنه ما يطلع من البيت، حتى هو يتجنب الاختلاط بباقي أفراد عائلته اللي في المنزل معاه. بعد بشكل عام الجميع لازم يحرصون على التباعد الجسدي سواء عنده أعراض عدوى أو ما عنده أعراض عدوى، لأن إحنا الحين في منطقة في مرحلة جدا حساسة وحرجة، وإحنا نبي نقلل من الاختلاط مع بعضنا البعض. مثلا ما نتجمع كلنا في غرفة في المعيشة، عدد يعني ما يتجاوز مثلا 5-6 أشخاص في غرفة المعيشة. طبعا هي يعتمد على حجم الغرفة هذه، إذا كانت صغيرة أو كبيرة، إذا بيقعدون على أريكة واحدة يحافظون على مسافة المترين بينهم وبين الشخص الثاني. طبعا هذه التباعد الجسدي بعد ينطبق بعد على العاملين عندنا في المنزل، احنا بعد ننصحهم ونعطيهم بعض الإرشادات والتوجيهات ان انتم بعد حافظوا على مسافة كافية بينكم وبين الأشخاص الثانيين. الأطفال نحرص ان كل واحد ينام مثلا في سريره الخاص، ما ننومهم جنب بعض، نشرح لهم الوضع الراهن عشان هم يستوعبون ان احنا ليش قللنا من لمسنا لهم، ليش قللنا من احتضاننا لهم. احنا يعني نحاول قدر المستطاع نحافظ على هذا التباعد الجسدي بين افراد العائله. نعم، ايضا دكتوره هناك سؤال بخصوص موضوع يعني يقول ان نحن حسب العادات والتقاليد يعني مجتمع دوله الامارات العربيه المتحده وبالاخص يعني في هاي الايام هو الوجبات، يعني وجبه يمكن الريوق مش كثير ولكن وجبه الغداء والعشاء اللي هو وجود الاسره في سواء على طاوله واحده او حتى على الارض، يعني السفره والوجود العائله كلها، هل تنصحين هذا الشيء الفتره هاي او من الافضل في الفتره هاي يعني عدم الجلوس مع بعض على الوجبات؟ يعني ما أقول إن لا تقعدون على طاولة واحدة أو على سفرة واحدة، لكن حافظوا على مسافة كافية بينكم وبين الشخص الثاني اللي قاعد جنبك. وطبعاً نتجنب مشاركتنا جميعاً في صحن التقديم الواحد، يعني في هاي الفترة إحنا ننصح إن كل واحد يكون له صحن الخاص. نعم. ما يتشارك في أدوات أكله، الملعقة والشوكة هذه تكون خاصة للشخص، وما في مانع أنه يأكل بإيده بس يتأكد أنه الإيد تكون نظيفة قبل ما يتناول وجبة الطعام هذه. كل واحد يحتفظ بصحنه الخاص، أدواته الخاصة، مشاركتنا كلنا لطبقة واحدة. إحنا نحاول هاي الفترة أن نلغيها. لما نقعد على طاولة الطعام نحافظ على مسافة كافية وبيننا وبين الأشخاص الثانيين، وما ننسى بعد أكواب شرب الماء أو العصائر أو شيء، بعد هذه تكون خاصة لكل شخص ما نتشاركها بعد. نعم، أيضا دكتورة بخصوص موضوع يعني هناك الكثير من التساؤل عن يعني تعقيم الأغراض اللي الناس تشتريها سواء من الجمعيات أو من البقالات، يعني هل هناك في آلية معينة لتعقيم الأغراض هاي قبل استخدامها؟ طبعا الأكياس المشتريات، أكياس المشتريات هذه احنا ننصح ان ما ندخلها البيت، تحطها في مكان معين خارج المنزل، تطلع الأغراض من الأكياس هذه وتحطها في صندوق آخر وتدخله المنزل.
الأكياس هذه ترميها وتتخلص منها مباشرة. الأغراض اللي أنت شريتها لما دخلت البيت تحرص أنك أنت تمسح الأسطح بأي مطهر عادي، تمسح الأسطح جميعها وبعدين أنت ترتبها في الأرفف أو في الثلاجة. طبعا هذه زيادة في الوقاية، زيادة في الاحتياط. احنا نعرف أن الجمعيات تقوم بعمليات تعقيم دائمة، لكن احنا ننوه بعد الموجودين في المنازل زيادة في الاحتياط والإجراءات الوقائية، أنتوا بعد احرصوا أنكم تعقمون مشترياتكم. نعم. أيضا عندنا مداخلة أو سؤال دكتورة بخصوص موضوع الدفع النقدي من أحد الأخوة، يعني هل الدفع النقدي ممكن أن ينقل العدوى؟ مثل ما نعرف هذا الفيروس يستقر على الأسطح لعدد معين من الساعات، فأنت ما تعرف هذه الكاش هذا وين كان موجود، مع منو قبلك، هل كانت هو عنده أعراض أو ما عنده أعراض. فإحنا نقول في الفترة الحالية حاولوا أنكم تستبدلون التعامل مع المال الورقي بالبطاقات الائتمانية، لأن هذه هي بطاقتك الشخصية، أنت تطلعها من محفظتك وتدفع فيها وتاخذها دايركت. يعني حتى احنا ننصح ان انت ما تعطيها للشخص الكاشير، انت بنفسك تحطها في الماكينة وتدخل في الباسورد الخاص فيك وتاخذ البطاقة بنفسك. فاحنا بهاي الطريقة نقلل من التعامل مع اي شيء كان في حوزة اشخاص اخرين من ضمنها الفلوس هذه الكاش. نعم. ايضا دكتورة نحن تكلمنا يمكن أكثر من مرة في موضوع يعني طريقة الخروج من المنزل، وبالأخص يعني اليوم أكثر الناس يعني تحتاج أنها تطلع من البيت لي مثل ما تكلمنا الأمور الضرورية، الضرورة القصوى أني أنا أطلع من البيت. وبالغالب اليوم يمكن تلاحظين أن خروج الناس للجمعيات التعاونية أو البقالات وما شابه ذلك. المفروض ان يعني دكتوره اتوقع انك انت يعني تشاركيني في هذا الراي، بان يعني مثل ما تفضلت انت من البدايه انه يكون شخص واحد، يعني مش مثل قبل انه يطلعون للجمعيه سواء يعني الام او الاب، وفي بعض الاوقات يمكن مرات كانوا ياخذون معاهم الاطفال، لان اليوم الجمعيات التعاونيه ما شاء الله عندنا مثل مراكز تسوق. لو تحدثينا دكتورة في هذا الجانب أن كيف يكون التقيد من يعني رب الأسرة سواء كانت يعني الأم أو الأب في موضوع الخروج للجمعيات التعاونية. يعني احنا الحين في مرحلة جدا حساسة وجدا مهمة في سيطرتنا على هذا الفيروس وانتشاره. الدولة أصدرت العديد من الإجراءات والقوانين، لكن احنا كدورنا كأفراد مجتمع ان احنا لازم نساعد الدولة في سيطرتنا على هذا المرض. فإحنا دائما نقول كل إنسان لازم يكون مسؤول وعنده مسؤولية مجتمعية، مو عشان نفسه فقط لكن عشان باقي أفراد مجتمعه. الخروج للجمعية صارت مش مشوار ترفيهي، هي فقط ضرورة وحاجة قصوى. إحنا نفضل أنك أنت بعد مو كل يوم تروح الجمعية، تحاول تجمع المشتريات وتخرج مرة في الأسبوع وتتقضى هذه المشتريات مرة واحدة في الأسبوع، شخص واحد فقط يروح. وإحنا نفضل يكون هذا الشخص مش من الأطفال، مش من كبار السن، ما عندهم أمراض مزمنة. لازم الشخص، إحنا كلنا في هاي الفترة مسؤولين وعندنا مسؤولية مجتمعية، ولازم إحنا نتكاتف ونساعد بعض باللي نقدر عليه. في الوقت الراهن أفراد المجتمع اللي يقدرون يسوونه إنهم ما يظلون في بيوتهم، ما يخرجون إلا للضرورة القصوى، ويحاولون يلتزمون بجميع الإجراءات والتوجيهات اللي تصدر من الجهات المعنية. نعم. ودكتورة مثل ما ذكرتي أنت يعني أهم نقطة بأن الناس يعني لا تتهاون في موضوع الإجراءات الاحترازية ببقاء الناس في البيوت، لأن هذا مهم جدا، وأيضا يعني عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى دكتورة. يعني الدولة ما راح تصدر أي قرار إلا هي حاطة في قائمة أولوياتها صحة وسلامة المجتمع، لازم هذا الشيء إحنا نكون متأكدين منه. يعني ما في أي إجراء راح يصدر، ما في أي قانون راح يصير إلا صحتهم وسلامتهم في قائمة الأولويات. فإحنا كأفراد لازم إحنا بعد نساعد الحكومات إن إحنا بعد ننفذ القوانين اللي هم يصدرونها،
نكون جدا متعاونين وجدا متقبلين لهذه الإجراءات، وإحنا نعرف أنه راح تكون إجراءات لفترة زمنية معينة، وإن شاء الله الأمور كلها راح تستقر في المستقبل القريب. نعم، وأيضا دكتورة لو نتحدث عن يعني ثقافة الأفراد الأسرة في موضوع يعني الإجراءات الاحترازية والوقاية عن الكورونا فيروس، وبالأخص دكتورة لو تحدثينا شوية عن فئة الأطفال، يعني وجودهم في البيت اليوم، كيف يتم تثقيف الفئة هاي من قبل الأم والأب عن يعني الكورونا فيروس، أعراضه، وكيف لابد أن حتى الطفل يكون عنده ثقافة في هذا الموضوع؟ طبعا احنا لازم نشرح للاطفال شو هو الوضع الراهن بلغه بسيطه حسب عمرهم. طبعا كل ام واب يعرفون كيف يشرحون هذه الاشياء لاطفالهم حسب عمرهم هذه، ونشرح لهم ليش احنا قللنا من الخروج، ليش احنا ليش انت ما قمت تروح المدرسه، ليش الكل حاليا ما قاعد يطلع، ما نروح الألعاب أو ما نروح الحديقة أو أي شيء. نحاول نشرح لهم بلغة جدا بسيطة الوضع الراهن، نعطيهم بعض النصائح عن الإجراءات. جدا مهم إن إحنا نعلمهم كيف يحافظون على نظافة إيدينهم، الطريقة الصحيحة في غسل اليدين لازم نشرح لهم، هذه طريقة جدا مهمة. نحاول نشرح لهم إذا أي حد عنده أعراض تنفسية أنت حاول إنك أنت ما تختلط معه، ويعني دائما إحنا لا نستهين بذكاء الأطفال، هم جدا أذكياء، وإحنا إذا شرحنا لهم بلغة مفهومة هم راح يفهمون، وبالعكس راح يتعاونون معنا في تجاوز هذه المرحلة. نعم دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند شكرا لك، وشكرا لجهودكم الكبيرة الحقيقة في موضوع توعية أفراد المجتمع عن يعني الإجراءات الاحترازية والوقائية في الوقت الحالي بخصوص موضوع الكورونا فيروس. العفو أستاذ عبد الله، وإحنا هذا واجبنا وهذا شغلنا. شكرا لك دكتورة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أحب أن أذكركم بأن ضرورة الالتزام مستمعينا الأعزاء بالإجراءات الاحترازية والوقائية مهم جدا. سيتم إن شاء الله خلال الأيام القريبة القليلة القادمة جدا إطلاق أو افتتاح 3 مراكز فحص للكورونا فيروس في إمارة دبي، وبإمكانكم جميعا بعد ما يتم افتتاح المراكز الاتصال على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342 لحجز المواعيد وعمل الفحوصات اللازمة. ومثل ما ذكرت أختنا سهى بخصوص موضوع التوازن مهم جدا في التغذية وبالأخص الفترة الحالية، وأيضا الأخذ بالاعتبار موضوع الوزن المثالي. وآخر حديثنا كان مع الدكتورة هند العوضي بخصوص موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجودنا في البيت. ودائما مستمعينا الأعزاء أذكركم بأن وجودكم في البيت مهم، وهو سبب نجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لحمايتكم ولسلامتكم. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن إن شاء الله نلتقي معاكم غدا. أحب أني أشكر فريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل، وكنت أنا معاكم عبد الله جمعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.